دخلت الدبابات، دبابات العدو الصهيوني إلى مكان وقف إطلاق النار، فلم نرى أحد ينكر ولا أحد يغار، فغارت أحرار الجولة وغارت أحرار حوران. وها نحن اليوم في هذا المكان على حدود الجولان المحتل من العدو الصهيوني. أما بالنسبة لدخولها دبابات العدو الصهيوني وهذه الجراءة، أنا لا أعتب عليها أبداً. ما حصلت أو ما حصل العدو الصهيوني على هذه الجراءة إلا من تفرغ فصائلنا. اجتمعنا اليوم وشاركنا في هذا الاعتصام الذي وقفنا فيه على خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل، حيث تحركت الدبابات الإسرائيلية ضمن أراضي الجولان المحتل واجتازت خط وقف إطلاق النار. ونحن بدورنا نؤكد أن الشعب السوري مهما أشغلته جراحه وعذاباته في هذه الثورة وظلم النظام له، مهما انشغلنا فإننا لن ننسى أن لنا أرضا عربية محتلة وهي الجولان، ونؤكد أن هذه الأرض ستعود بإذن الله تعالى ثم بهمة الشرفاء الأحرار السوريين عاجلا غير آجل بإذن الله تعالى.